أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكة. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، رحت أجيب سلاح كاوية، قلت أجيب سلاح كاوية كويس. فطبعا سألت على السلاح المفضل عندي، لمحته كده فلقيتهم عاملين سلاح نحاس الأصفر، السلاح اللي أنا كنت مطلع عليه فيديو من كام سنة كده، من حوالي 3 سنين ولا حاجة، وكنت بجيبه وبفضله عن أي سلاح تاني. أهو يا جماعة، طبعا بقول له بكام، فبيقول لي ده النحاس الأصفر سيخ، أنا جبته أهو حوالي نص متر، ادهولي ب 30 جنيه، اشتريته ب 30 جنيه. رحت عشان اشتري السلاح، السلاح قد كده يا جماعه، بتاع 8 سنتي ب 20 جنيه. قال لي لو هتاخد كله الباكو كله ب 15 جنيه. قلت ليه ده كله؟ طب انا اروح اجيب اشتري سيخ هو 40 45 سنتي، على الاقل هيطلع 5 وب 30 جنيه، على الاقل هيطلع يعني لو قسمتهم على 10 سنتي هيطلع بخمسه ب يعني خمسه هيطلع 5 اسلحه. طبعا سلاح الكاوية زي ما هو كده، نيجي هنعمله وناخد المقاس، نجيب كده يا جماعه السيخ عشان نعرف الطول ونحطه بالطول المناسب. طبعا الطول المناسب يدخل في الايه؟ في الهيتر كله عشان يكتسب حراره، مش هحطه مثلا حته صغيره كده سنتي ولا 2 سنتي، لا ده انا هحطه كله عشان مسافه كبيره تكسب درجه الحراره. طبعا كده اهو يا جماعه في الهيتر كله، وادي مثلا الحته مثلا زي كده اهو، اهو كده يا جماعه. ونجيب بقى ايه؟ نجيب حاجه ونقطعه اهو كده، ونجيب مثلا لو عندك عندك صاروخ ماشي اقطعه، عندك منشار اقطعه بيه، وهجيب الصاروخ واعمله. زي ما احنا شايفين اهو يا جماعه، اخدنا المسافه المناسبه اهو حوالي 12 سنتي تقريبا. نقطع كده قطعنا حته اهي، بعد كده طبعا هنقطع كله زي ما احنا شايفين كده اهو يا جماعه، قطعتهم 5 اسلحه. طبعا السلاح انا زي ما بالسعر اللي قلنا عليه 20 جنيه، يبقى دولك هيعملوا 100 جنيه. كنت انا اشتريت الموضوع كله ب 30 جنيه، وكمان اطول من اللي هو موجود في السوق. اجيب بقى ايه؟ اعملهم بقى اشكال متعدده ونوريه لكم مع بعض. جبنا يا جماعه الصاروخ، وهنحاول ايه بقى ايه؟ نعمل الاشكال اللي احنا عايزينها. طبعا انا مش هعمل كل الاشكال لان انا عامله في فيديو سابق، هنعمل دوك ونوريكم طريقه. اهو يا جماعه اهو، ونجيب كده دي كده ها، يبقى عندنا سلاح 100 100. دول بقى يا جماعه انا هعملهم باشكال متعدده، مبطط وهنعمل ونتني واحد، ونعمل واحد عريض لاشكال، واخليها عندي لجميع انواع الاستخدامات عندي في الشغل، وحاجه رفيعه خالص لزوم بقى الحاجات الضيقه او اللحامات الضيقه جدا. فبس الطريقه دي يا جماعه موجوده عندي على فيديو سابق، مش عايز اكرر شغلي. اهو يا جماعه شوف كده اهو، بصوا يا جماعه ساعت ازاي اهو. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.